السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ساعة في مطبخي. إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم جبت لكم وصفة تاع حلويات راقية اقتصادية وسورتو بنينة. بقاو معايا باش تشوفوا الوصفة. للوصفة تاع اليوم لازم لنا 500 غرام تاع كاوكاو، نحمصوه ليجيرمون في الفوق، نعطوه غير شويه لون ذهبي باش ما يجيناش خضر، ونسحقوا علبه تاع نيسلي، نسحقوا قبسه تاع شوكولا اولي وقبسه تاع شوكولا بلون، نسحقوا انا استعملت هذا الكاطو. انتيا تقدري تستعملي دوتغ كاطو بيان سور، وهاد لي مول اللي راهم طوندونس رايحين نشكلوا بهم لي كاطو تاعنا. نبدو نطحنو هذاك الكاطو. انا ديت العلبه فيها 3 تاع لي بيتي باكي، انا ديت ان باكي اي دمي ا بوبري 200 220 غرام بور 500 غرام تاع كاوكاو. تقدري تكثري الكاطو وتنقصي الكاوكاو، تقدري تزيدي الكاوكاو وتنقصي الكاطو، ولا ديري مواتي مواتي. انا درت 500 غرام دو كاكاويت و 250 غرام ا بوبري تاع كاطو. نخوي هذاك الكاطو اللي طحنته في ان ريسيبيون ونروح نطحن الكاوكاو. دونك الكاوكاو طحنته بصح ماشي كاع رطب كيما لي كاطو. نكب هذاك الكاوكاو اللي طحنته على لي كاطو اللي طحنتهم توت علاغ، نسي نخلطهم بلا سباتول هكا باش يتخلطوا مع بعضهم بعض، ومن بعد نلمهم بالنيسلي. نيسلي نكبري بشويه، ما نديرش دفعه واحده حتى نشوف لا فارس اللي غادي تتلم لي. بون كيما انا لي ميزور اللي درتهم ابوبري ديت لي كاع لو بو تاع نيسلي، باسكو كان ميم يا 500 غرام دو كاكاويت اي 250 غرام ابوبري 220 250 تاع لي كاطو. من بعد اوبليجي تستخدمي يدك، هنا بنتي راهي تخلط فيه باش تدخلي مليح هذاك نيسلي في الكاوكاو والكاطو وتنحصلوا على عجينه. بعد ما لمينا العجينه غطيناها بالبابيي فيلم وخليناها تريح شويه لو طون لي نوجدوا لو فون تاعنا بالشوكولا في هذوك القوالب اللي ورتهم لكم. هنا رايحين ندوبوا لي دو شوكولا اولي ولو شوكولا بلون في دو بول ديفيرون. انا دوبتهم في الميكرووند، تقدري تدوبيهم على حمام مائي ولا ديريكتومون سور لو فو، نقصي له كاع وتخليهم يذوبوا ترانكيلمون. فوالا بعد اللي ذوبنا لو بلون غادي نوتيليزيه بور لو بروميير مول. نكبد هاد لو مول، انا خيرت هذا اللي فيه هاد لو سيركل، نعمره بالشوكولا ونسيه باش نطلي الجوانب، وكي نعمر كاع لو مول نديره في الكونجيلاتور بوندون 5 مينوت. من بعد جبت هاد لو دوزيام مول، درت انا في لو فون هادوك لي روز لي بيتال دو روز، مي ننصحكم ديروهم في الاخير باسكو من بعد كي نشوف شوكولا فريمون ما يبانوش. جو فولي تيستي مي فينالمون ما يبانوش هادوك
on décore avec la fin. Donc هادو تاني نعمرهم عمرت النص بشوكولا بلون وعمرت نص بشوكولا اولي وهذا تاني لو مول نديره في لو كونجيلاتور pendant aussi 5 à 10 minutes ومن بعد نخدم لو ثالث مول وهو تاني نعمره بشوكولا ونديره في لو كونجيلاتور. دونك هذا لو ثالث مول درت فيه شوكولا اولي. بعد ما تحيد لو ثالث مول في لو كونجيلاتور نجبد لو بروميير مول ونصيب شوكولا فيه يكون ديجا جمد. نبدا نشكل دي فورم هكا دو سيركل على حساب لو مول اللي راه عندي ابوبري لا ميم تاي ونعمر فوق الشوكولا نسيب باش ندخله بيان مي ديليكاتمون باش ما نكسرش الشوكولا تاعي. Après les درت la farce في هذا لو مول من الفوق نطليه بالشوكولا ولي نسيي كاع نسطحه بيان باش كي ينشف الكاطو يجينا مسرح من تحت. نعاود ندخل المول تاعي في الكونجيلاتور ونجيب لو دوزيام مول باش تاني هو نعمره بلا فارس نشكل كويرات صغار ونعمرهم في هذوك لي غون تاع المول. دونك لي كنت طاليتهم من تحت بالابيض نعاود نطليهم بالشوكولا ولي الفوقة ولي كنت طاليتهم من تحت بالشوكولا ولي كي ندير فيهم لا فارس نعاود نطليهم بالشوكولا بلون. بعد اللي كملت ندخله في الكونجيلاتور ونعاود نجيب لو ثالث مول ونبدا نشكل في دي فورم ريكتانغولير ا بوبري على حساب الشكل اللي عندي تاع لو مول. وانت تقدري تخيري نيمبورت كيل مول ميم بالنسبه للشوكولا ديري الشوكولا اللي تبغي. انا هنا كنت زدت شويه تاع نيسلي حسيت بلي لا فارس تاعي لازم نزيد لها شويه نيسلي. بعد اللي عمرته بلا فارس هنا ندير شوكولا بلون باسكو من تحت كنت دايره شوكولا ولي. دونك انا توجور كي ندير اون كولور من تحت ندير اون اوتر كولور من الفوق. نطلي كلش ونطحي في الكونجيلاتور يقبض روحه. دروك نجبد لو بروميير مول ونسيي باش نقلع لي غاتو تاعي غير بالبسياس باش ما نهرسهمش
فوالا نتحصل على هاد لي غاتو فيهم في لي كوتي في لو بورتور هكا شويه شوكولا خارج سي نورمال دوك نسقدوهم افيك ان كوتو نقلعوا هذيك الزياده باش يولي لنا لو سيركل يكون نت نعاود نجيب لو دوزيام مول تاني نقلع هادوك لي سيركل دو غاتو اللي راهم فيه ونسي نقيه في لو بورتور ننظفه بالخدمه نقلع كاع الزياده باش الغاتو تاعي يكون عنده كاع لا ميم فورم نجيب لو ديرنيي مول اللي كان باقي لي ونسي نقلع الغاتو تاعي ديليكاتمون وكاع الزياده نقلعها بالخدمي كيما وريت لكم بور لي دو زوتر موديل هذا الكاتو اللي تحصلت عليه واللي بقى لي درته اون فورم دو روشي وتحيت كورتهم وتحيته في الشوكولا فوالا ابري بالنسبه للتزيين كل وحده وكيفاش تبغي تزين الكاتو تاعها انا فوالا هذا هو التزيين اللي درته ان شاء الله لا ريسيت تكون عجبتكم ونتمنى لكم عيد مبارك سعيد راه على الابواب ان شاء الله ربي يكون تقبل منا الصيام والقيام وان شاء الله نكونوا من المعتوقين من النيران يا رب العالمين نتمنى لكم سهرة رمضانية ممتعة وإلى وصفة أخرى إن شاء الله سلام